الكونمينا العريش كان هو من أهم الموانئ المغربية في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين، في القرن بداية القرن العشرين. فنتذكر على أن هذه الجهة باعتبارها الجناح الشمالي للمنطقة الخليفية كانت الصحراء هي الجناح الجنوبي للمنطقة الخليفية، معناها كان ارتباط قوي ما بين الشمال والجنوب، وكانت المواد مواد البناء التي تتوجه لجد الشيخ العينين في الصمارة لبناء الصمارة كانت تشحن تجي من فاس وتشحن من ميناء العريش، من ميناء العريش ميناء الصويرة ميناء طرفايا وتتوجه. إذا هذه المنطقة لها ارتباط كبير بقضية الوحدة الترابية في ما مطروحة. وتذكروا في هذه المرحلة هذه أيضا على أن في الستينات كان مجهود قام به الزعيم عدلان الفاسي رحمة الله عليه مع الحاج محمد برك الحاج عبد الهادي الله يرحمه أجمعين والحاج حسن الله يرحمه بدل الأخ نزار، كانوا قاموا مجهود مع الحكومة الفرنسية في المرحلة وأمرت يعني من أجل الدخول في مفاوضات مع المغرب في شان الصحراء، وبتدخل هذه الأسرة الكريمة تم الاتفاق في الستينات مع الإسبان على أن تجي القبائل الأدارسة قبائل الغيبة بالخصوص يجيو يعني السبب المشيش كيزوروا إذا كيزور موسي، معناها كان واحد الارتباط كان واحد الارتباط قوي اللي كانت تلزم به مجموعين واللي كان اعتبروا على ان المرشح على هذه الانتخابات وزاره المعركه الامين العام للاستقلال هو سليم واحد الاسره مناضله على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني ولها وزنها على المستوى الخارجي. ثم ايضا هذه الجهه تمتاز بكونها هي الجهه التي تمثل المغرب البحري من الشمال بحر المحيط الاطلسي البحر الابيض المتوسط و المحيط الأطلسي، هذه الجهة الوحيدة في المغرب اللي كتمثل المغرب البحري، معناها على أنها لها إصرارة على المحيط الهادي على المحيط الأطلسي ولها إصرارة على البحر الأبيض المتوسط كله. إذا معناها على هذه الجهة لها مكانة أساسية في تاريخ المغرب الماضي وفي حاضره وفي مستقبله إن شاء الله، وبالتالي نعتبر على أن هذه مناسبة تاريخية باعتبارها تتعلق بالاستحقاق الحالي مجموعي والبغي كله مشتغل به، ولكن أيضا لها حضور في تاريخ المغرب الماضي والحاضر وأنجبت الكثير من المقاومين الذين لا مجال لصدهم الآن. فيما يتعلق بميثاق الشرف، ميثاق شرف المرشح على الموقع الأسفل الحاملة للبطاقة كذا مرشح لحزب الاستقلال بالدائرة الانتخابية البرلمانية. تجسيدا لمقاصد هذا الميثاق الذي يضعه حزب الاستقلال لتوثيق الرابط السياسي والأخلاقي بينه وبين مرشحاته ومرشحيه وتوطيد صلة القرب مع الناخبات والناخبين وساكنة الدائرة التي يسعى إلى تمثيلها على المستوى البرلماني، وذلك لتكريس دوره التمثيلي ولمسؤوليته الدستورية في تأطير المواطنات والمواطنين وطنيا جهويا إقليميا ومحليا والترافع عن قضايا الساكنة والمساهمة في تخليق الممارسة السياسية التزم بما يلي: واحد، الدفاع عن مبادئ وقيم وثوابت حزب الاستقلال بكل نزاهة ومسؤولية وتجرد ومصداقية واحترام مؤسساته وتنظيماته. جوز، المساهمة الجادة والمستمرة في عمل الفريق النيابي وفي دوره التشريعي والرقابي ولا سيما من خلال الأسئلة الشفهية والكتابية ومقترحات القوانين وتقييم السياسات العمومية وغيرها من الآليات ذات الصلة. ثلاثة، المشاركة الفعلية في أنشطة الفريق النيابي التقطيرية
والدراسية والتشريعية. أربعة، الالتزام بمقررات الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وبمواقف وتوجيهات قيادة الحزب. خمسة، القيام بمهام البرلمانية بصفتي عضوا في الفريق النيابي الاستقلالي وفق ما يخدم مصلحة الوطن والساكنة وينسجم مع المشروع المجتمعي الذي يدافع عنه الحزب. سادسا، المواظبة على الحضور في أشغال البرلمان وخاصة في اللجنة التي سأكون عضوا فيها من أجل المساهمة في المناقشة والتصويت على مشاريع أو مقترحات القوانين. سبعة، التصويت وفق ما يقرره الفريق النيابي الاستقلالي بناء على مواقف وتوجيهات قيادة الحزب. ثامنا، الالتزام بمقتضيات مدونة السلوك والأخلاقية البرلمانية الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب ولا سيما في المادتين 234 236. تاسعا، الترافع عن قضايا الساكنة لدى السلطة العمومية على المستويين المحلي والوطني. عاشرا، فتح مكتب دائم بالدائرة الانتخابية لتعزيز التواصل مع ساكنتها ومع المناضلات والمناضلين تفعيلا لسياسة القرب التي ينتهجها الحزب. 11، اداء المساهمة المالية التي يقررها الفريق الاستقلالي لضمان حسن سير اشغاله وانشطته. 12، دعم الجماعات الترابية التابعة للدائرة البرلمانية التي أمثلها لتحقيق التنمية المحلية والاستجابة لحاجيات الساكنة. 13، دعم أنشطة ومبادرات مكونات الحزب الدائرة لتعزيز إشعاع الحزب وتقوية حضوره في المشهد الحزبي المحلي. 16، إحداث صفحة رسمية على منصة التواصل الاجتماعي الفيسبوك للتعريف بعمل البرلماني وأنشطة ومبادرات محلية. 15، إغناء صحافة الحزب وموقعه الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة له من خلال تزويدها بالأنشطة التي أقوم بها في إطار العمل النيابي والحزبي مثل مقترحات القوانين، الأسئلة الشفهية والكتابية، المداخلات في الجلسات العامة، التعديلات التي يتقدم بها الفريق الاستقلالي، التقارير، المهام الخارجية، أي نشاط آخر قمت به في إطار مهمتي النيابية. والسلام عليكم. توقيع الرئيس.